اللي يقع فيها المزارعين وهي سلت الشوك، وخصوصا من نخيل صغيرة جدا لم يتجاوز عمرها السنتين. المفترض ما تسلت هكذا، المفترض بالمقص حتى لا تتأثر الجريد ولا تنجرح الجريد هكذا. هذا هو المفترض الوضع اللي تقوم به في حال انك اردت انك تقلم الشوك اللي فيها. الأسوأ كذلك انك بعضهم يبدأ، هي الان فيها طلع، طبعا الطلع هذا جاء في وقت لا تتحملها الفسائل انك تحملها ما لا تطيق، فالمفترض انك تقطعه من الان، تقوم بقطع هذا الطلع لانه ما يستحق انك تلقحه، اولا غير مؤهل وما فيه يعني الشيء اللي ممكن انك تلقحه فيه. هذا هو اللقاح هكذا، ما في حاجة يعني شيء مجدي انك تلقحه، فهو يضيع عليك وقت، يضيع عليك جهد، يضيع عليك لقاح، كذلك يجهد الفسيلة هذه، دعها الى السنة القادمة بعد ما تقطع اللي فيها، لا تدع عليها بعد ما تقطع اللي فيها حتى تكون اقوى وتنتج لك السنة الجاية انتاج افضل. تحياتي لكم.